إن أكثر ما تواجهه اللغة عامة واللهجات خاصة في عصر العولمة الذي أصبحت تفاصيله الدقيقة جزءاً من حياتنا ويومياتنا هو الطمس، ومن ثم الاختفاء من جلسات حديثنا ونقاشاتنا، بالإضافة إلى الغزو الثقافي وتحديداً اللغوي. هذا الغزو الذي يدفع بمفردات اللهجة بعيداً ويحل مكانه أخرى أكثر جمالية وأعذب صوتاً. أما العلة الكبرى فهي عندما تتحول بعض المفردات إلى معنى آخر مختلف يضع السامع والباحث أمام مرحلة تزييف للتراث والتاريخ. اللهجة الإماراتية لها أصول عميقة جداً ومتجذرة في اللغة العربية، لابد أن العودة لها، لابد أن يكون في تدقيق على اللغة اللي تذاع واللغة اللي تقال واللغة اللي نسمعها والمتداولة. مثلاً في قاموس مريم ويبستر الإنجليزي، القاموس هذا كل سنة يطلعون يصيرون عندهم باحثين في الميدان يبحثون عن ما استجد على اللغة الإنجليزية وتضاف يضاف هذا، يدورون في اللغة الدارجة، يدورون في المصطلحات اللي ممكن طلعتها بعض الأغاني، مصطلحات جديدة شو هي. نحن مثلا طلع عندنا أشياء مثل الحين الناس تقول مثلا الشيء الحلو طر، طر باللغة باللهجة الإماراتية اللي هو مزق، التمزيق هو الطر. فما يعني حتى إذا ينا نحطها في أي وعاء تحاولين تفندين هذا المصطلح ما له تفنيد، غير أنه صار مصطلح موضة يعني. فلا بد أن يكون في رقابة تدون أو ترصد إذا في ظاهرة مثلاً معينة لها علاقة بكلمة معينة، أو نضيف إلى معجمنا أن في يوم من الأيام استخدمت هذه الكلمة ولكنها تعني هذا معناها الحقيقي الواقعي، ولكن تستخدم تعني شيء آخر في فئة من الشباب أو شيء فئة معينة، عشان بس ما يصير خلط إن اللغة الأصلية هي هذه. كلمة بلم. بلم هذا باكستاني، عيش باكستاني كبير، حبته كبيرة جدا وتقريبا مش مستطيلة، مدورة، هذا البلم. كلمة بليم وبليمة. بليم لقيت بعكس عن هواهم وخاير، عية ولايت بلايم فرامنة، هذا يربطون في رأس الفرمن عشان يجيبوا بالفرمن في الزمان الأولي، خايرون يسمون خايور، يجيبون الفرمن صوبهم عشان يخايرون، يجلبون الشراء من مكان إلى مكان ثاني. كلمة بلوطي. بلوطي بلوطي الرجال اللي يدخل في شؤون وبشونه، يدخل في شؤون وبشونه، قالوا هذا بلوطي. كلمة بلية. بلية إذا الشخص يمشي في 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 مكان وشاف شيء ما يبلي نفسه، ها قالوا هذه بلية، تبلابه نفسك لا، سيف اللي يعناك خلي ما يعناك، اللي ما يعناك هذا خله، لأنك هذا بتبتلي فيه لو سألت له. كلمة بنت العون. يا بنت العون إيه طبعا هذا شايد عندنا، يا بنت العون يعني يا بنت الخير أو بنت المساعدة، العون المساعدة، تطلق كلمة العون عاوني ساعدني، يا بنت العون يا بنت الريال اللي يساعد، يعني يطلق على أنثى أبوها يساعد الناس، يا بنت العون. بنت العون بنت العون الريال اللي لما بي ينصى بيت بيزق الراعي البيت راعية البيت زين، هود بنت العون قالت لي هدأ هون بنت هود بنت العون، لأن ما أعرف إيش اسمها، فاطمة سعيدة من هي، هود بنت العون أو يمشي ويبغى بيسأل حرمة يوقف عنها بعيد ويزقر، بنت العون تفتر جداهي تقول له تفضل يسألها، هاي بنت العون. بنت العون تقبل على المرأة اللي ما تعرف اسمها
وانت تبغي منها معلومة تقول لها بنت العود. كلمة بنت النوخذة اسمك من الأسماك بس تختلف. لا 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 الله بين بعد العين فيها نوع محجب أصفر ومن الخلف أسود سمونه بنت النوخذة أو سمع اسمين بنت النوخذة وفتكرة. واللي مثلا يعطيها اللقب الجمال اللي فيها من نوع الحجاب الأبيض الأصفر اللي هو جانب الحلج سمى بنت النوخذة ولكن المسمى الأصلي فتكرة بنت النوخذة. هي هذه اللي سمى بنت النوخذة اسمها صغيرة هي لكن فيها خطوط هي خطوط فيها سمى بنت النوخذة. كلمة بنجري هاي بنجري هاي 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 هذا هذا حلي حلي حق النساء القديم البنجري تلبسنه الحريم نوع من الفضة ومن الذهب بنجري البناجر تحطنه في يديهن كذا يكون مقوس وتحط الحرمة كذا ويمسك في يدها هذا البناجر بنجري عربي. وعندنا البنجري هذا الحريم يكون مقوس هالشكل وتحط الحرمة كذا في يدها وتسكر عليك يتم في يدها نوع من الحلي حلي الحريم. كلمة بندر بندر ها مثل ما نقول حمينة مر مرثى بندر يعني بندر فيه يقول المحل فلان في بندر عن الغربي عن هذا اللي تدري فيه يسمى بندر مو هذه مثل يزير انت سائر في البحر هذا وفي البحر يزر صابك هو قويتي تدري فيها هاي يسمونها بندر بندر فيها بندر اللي هو الخور أو الغضنة يعني الحين واحد ضرب هواء وين بدخل أقول خور لبغال بندر في بندر أو يدخل خور دبي بندر الشاردي بندر مقيم وهو جاي يعني ما يضربه بطوف عن مقيمين وين اللي هو قال ترسل ونخذ قال على بندخل خور راسقي بن بندر وبنطلع الصبح إذا دوق الهواء سموني بندر. كلمة بنديرة العلم اللي حط العلم هاي اسمها بنديرة علم يحطونه أيام العيد يحطونه إذا ساروا الحج ويو لو يسيرون على الرشاب وهذا يوم يهون شهر شهرين لين يرجعون يوم يرجعون أهاليهم يحطون هاي البنديرة النشر هذا. كلمة بنك كلمة بنك يطعم في النص نص الشيء بنك بنك الصيف يعني أو بنك الشتاء يعني في منتصفه في المنتصف. كلمة بند سكرة بند سكر سكر الشيء أي شيء عندك سكره بند سكر. كلمة بهانس بهانس شيء القليل البهانس هو الشيء القليل كمية بهانس يعني شيء ملموس حاجة بسيطة جدا ما تسوى ما أحد يعتمدها بهانس يعني شيء مو بوايد ما فيه مطموع تراني طرشت لش حاية بهانس طرشت لش بهانس حاية بسيطة يعني شيء ما هو وايد بهانس. كلمة بوري البوري هذا كلام من مصر جاي لنا نحن أما نحن هنا عندنا نسميه بياح والمناطق الشرجية بعد يسمونه شيار يختلف تختلف الكلام عنده سمكه بيضاء يستوي كبار ويستوي صغار احجام يعني وفيه مسميات اللي بعد الكبيره بسم الصغيره بسم الاصغر عنها بسم طبعا على حسب النظر لو تشوفها اقول لك هاي اسمها كذي وهاي اسمها كذي وهاي اسمها كذي ما هو مجموعه بياح. كلمه بوش البوش مجموعه الغنم الرشاب البوش معروفة ما هذا هي الكلمة هذه مفسر عمرها البوش هو الجمال بوش الرشاب كلمة بوش ميموعة إذا قال ناقة أو مطية وحدة هذا ناقة وحدة لكن قال بوش هذا ميموعة حلال البعة. كلمة بوع البوع البوع الراس راس ترى والبوع هذا البوع لأن هذا البوع يسمون على ليش سموه لأن على الباع هي ما تعرف راسك منبوعك
نعم هذا شيء يعني يفرضوا بعض الشخص ما يعرف شيء يقول لي أنت ما تعرف رأسك من بوعك. كلمة بوغا. بوغا البوغا الصرقة. قال البارحة أخوي استوت عندنا بوغا. قال له شو؟ قال له صرجنا تي تي تي. البوغا هي السرقة. البوغا هي الإنسان يوم يشيل شيء مبله. فلان بايق فلان ولا باقه شل يعني سرقة. بايقنا وهذا بايق فلان وهذا بايق يعني معروف أنا السارق. كلمة بوم. مثل بوم يسميه روح يسميه اسمه بوم لكن يعطيه اسم مثل قبل النمر. الكويت عندهم النامسة عندهم مهلب في الكويت عندنا مسميات وايد في الإمارات دولة الإمارات مثل جالبوت اللي هو الجالبوت أكثر ما يكون استعمل أيام الغوص. البوم ما دخل الغوص الأبوام. البقالة ما دخلت الغوص. الكوتية ما دخلت الغوص. الصمعة الغوص وسفر. البتيل غوص وسفر. الماشوة اللي هي الصغيرة تنقل النوخذة وما ربعة من البر إلى السفينة ومن السفينة إلى الشاحوف استعمل لصيد الأسماك وقبل قلوب بضايع من الإمارات من أبوظبي إلى رأس الخيمة إلى شاحوفة في البر. والبقارة مثل للصيد للعوامل للجرادير ويقلب بضايع بعد. السفن فيه البوم اللي هو كبير وفيه الجالبوت كبير وفيه الصمعة كبيرة وفيه الكوتية كبيرة. هذه السفن اللي هي كبيرة عندنا في هذه تير الأخشاب لأنها كبيرة وطويلة وتي فيها الأخشاب والحبال من هناك لينا الحبال للهند تينا مال الناريل عندنا حبال نيهن مال النخيل مال ليف. ليف النخيل غير عن ليف الناريل يفرق. بوم هي موجود هذا يستعملون البوم شكل ثاني فيه والسنبوك والجالبوت والهوري والصمعة أسامي ذن. البوم سفينة كبيرة هي اللي يسيروا فيها يسافرون فيها يسيرون بعيد حتى الهند يسافرون فيها يجيبون أي شيء يبون يسيرون أفريقيا يسيرون كل بقى يسيرون فيها البوم العود والسنبوك الكبير بعد صيد السمة غير سنة خشب صغار والبوم لا للأسفار الطويل البعيدة. كلمة بومية. بومية الخشب ماله هذا أحد يسمونه بومية شيء بومية شيء سمعة شيء سنبوك شيء بوم شيء أسامي اصطلح الأولين. معنى البومية هاي التي في صدر المحمل. البومية لأن هي تظهر في خشم المحمل يعني في آخر أول يوم انتهي المحمل سووا له بومية. كلمة بون. إذا قال سألتي عن شخص قلت لبنان تدي شيء شيء طريقة قال هذا من بونه ما يتابع الأمر سؤال ولا جواب ولا شيء. من بونه يعني كلمة من بونه يعني مش منتبه حق على شيء كذي. كلمة بونيت. بونيت سيارة مقدمة السيارة هذه البونيت مقدمة السيارة اللي هي نحن نسميها البونيت ونسميها الكبوت. كبوت السيارة مقدمة السيارة اللي تغطي الماكينة الغطاء غطاء الماكينة من فوق اللي في السيارة البونيت. بونيت ما أصلا مو بعندنا نحن يجمع السيارة يوم تنام برا بس ما أدري عاد هي وين بونيت هاي. واعتقد أنها أول ما سمعناها سمعناها من عند القطريين هالقطر يوميون سكر البونيت والسعوديين بونيت سكر البونيت نزل البونيت. كلمة بوها. البوها الراي أو شيء من النوع هذا راي التشاور. البوها كلمة جديدة مش قديمة. الأول ما في كلمة بوها. الأول كلمة كربة كربة غزل الحين سموها بوها. البوها اللي هي مصنوعة الحين تنحط على الغزل أو على قرقور أو على هاي يسمونها بوها. هذا المثل اقتصادي يضرب للاستغلال الفرص. فأنت إذا عندك أرض
مثلا لو فرضنا أرض تجارية ولا سكنية وحداها أرض صغيرة لواحد ثاني مش مستغلة طبعا مش ساكن فيه، فلازم يعني يفضل أنك هذه الأرض تضمها لأرضك أساس إذا كانت تجارية تكون بنايتك أكبر، وإذا كان سكن يكون سكنك أكبر. فأنت هذه الأرض تشتريها حتى لو قال صاحبها طلب فيها بسعر غالي، مثلا هنا بألف، هنا ألف أيام زمان كانت الألف عبارة مليون، فيقول لك اشتري الولف اللي هو القريب منك، الولف القريب أو الولف الصديق أو الحبيب أو القريب، فهذه الأرض قريبة منك عبارة ولف، اشتري الولف اللي قريب منك بألف حتى لو كانت بألف ألف ريال أو ألف درهم، الحين صار مليون، يعني حتى لو الأرض الإحداث تسوى مليون ولا أكثر وأنت يعني تشوف أنها مفيدة لك اشترها. فهذا يعني معنى المثل، أنك يعني لا تفوت الأراضي اللي جنبك، يعني يفضل أنك تضمها لأرضك. كلمة بياح. البياح ومعروف عنه بياح، حد يسميه بياح حد يسميه شير، هل يسمونه شير ونحن نقول بياح، وأكثر ما يكون عيش في الأرض على الخيران، الأرض الضحلة أكثر ما يكون، وترعى لإله الله من رمل أو من الدود، وسمت الاستصاد في الليل أحسن على الاستصاد في النهار، في الليل إلى إله الله بياح من يد المساء تفضي ما تخلي شيء، واللي ترعى في النهار لهذا خدت تلقى الرمل في بطنها. في عدن الواح سمونها بردة دويعة اللي هي أصغر، لكن المسمى الأصلي هي البياحة. بياح نعم موجود، هذا بياح دائم غافي على وجه على سطح البحر دائم، فهذا يستوف هذا يستوف الخيران ويستوف هذا بياح يسمونه، لا هو أكثر غافي على سطح البحر يعيش على وينزل بعض البحر للسمكة، لكن الناس يبيعون شيء بياح يستعملونه حق السمكة المشوي البياح، ودائم سمين. كلمة بياضة. بياضة نوع من السوس يسمونه بياض، بياضة وبياضة شبيه السوس شبيه سيف سيار، بس يسمونها هاي بياضة. البياضة نوعين، نوع من الحيف اللي هو من يرير من العوال، ونوع من الحواجيل نسميها احنا حقول بياضتين. هذه البياضة انها هي تبيض من قبل يوم الصغيرة، الصغيرة مسمها نوام، مسمها يرقيلي ونوام وبياضة، يوم باضت سموها بياضة عودة، يعني قال فلان جايب اليوم جايب بياضة، ما جايب نوام صغيروني، جايب بياضة كم كبرها. كلمة بيبي ماتو. ببغاء هي بس ببغاء، نحن هو نوع من الطيور الببغاء، لكن الببغاء نحن يانا قريب، أو الببغاء يمكن شيء في البلدان في دبي زمان، ولا عندنا نحن ما ببغاء يانا مجلوب. كلمة بيحة. بيحة الشخص اللي تلقينه هو يمشي أفيح، قالوا بيحة. كلمة مبيوح اللي هو مسامح مسموح، يعني ما شيء خاطر عليه أبدا. عشر ومات، هذا المثل مثل المثل اللي العربي اللي هو مثلا اللي عليه قصة جزاء سنمار، هذا واحد يعني سنمار كان أشهر ما أدري في أي فترة من الفترات يعني التاريخ العربي، كان يعني معماري مشهور، فجاء واحد جاء حاكم البلد وقال له عاوز لك تعمل لي قصر، فعمل له قصر مش موجود مثله في المنطقة كاملة، فشو سوى فيه الحاكم هذه المنطقة؟ رماه من فوق البيت وقتله، أساس ما يصنع أساس ما يصنع أو ما يرسم بيت زيه أو ما يخدم بيت زيه. فهذا المثل على السفينة، هذا يعني واحد عنده سفينة حلوة، آشر يعني معناته صنع السفينة، آشرها من خشب عملها طلعت جميلة، أحسن سفينة أحسن باقرة وأحسن سفينة طلعت. فسألوه قالوا له هذه مين الصانع اللي عمل؟ قال هذا اللي آشرها مات، آشره مات خلاص انتهى، فما في غيرها هذه. هذا يعني معناته. كلمة بيدار. بيدار البيدار طعمش هذا المزارع النخيل، الريال اللي يقوم بالنخيل يقوم بالعمل عمل النخيل يسمونه بيدار،
ويخبر النخيل وش اسمه وقت النبات ينبت النخيل. هذا البيدار عندنا هاي قديم مستوينا، يقول البيدار حق النخيل، متخصص حق النخل، الشخص اللي متخصص حق النخل يسمونه البيدار. كلمة بيدام وبيذام وبيذان. بيدام نبات اللوز، النبات الحب حب اللوز على ما اعتقد، ومش متأكد انا منه. كلمة بذخاني ومرخاني. بذخاني ومرخاني هذا الرجل اللي فعله قليل وثرثار، دائما يتكلم يعني بدون فعل، كلام بايخ يعني كلام بدون فعل، ما له فعل، بس أنه ما يثرثر كذا ولكن لا فعل ما شيء. لطالما تميز التراث الشفاهي بحضوره وتمكنه مقابل التراث المادي الذي يملأ المتاحف الطبيعية والمفتوحة، وذلك لما لهذا التراث من إيقاع متجانس مع الطبيعة وحروف متحركة تجعل الكلام ترنيمات يتبادلها الناطقون بهذه اللهجة. هذه الحروف الناطقة هي التي تكسب المفردة القوة والديمومة والمنعة في وجه رياح التغير. كلمة بيرش. البيرش يربط في السكان من الخلف، في حطبة يسمونها بهو، يربط في البهو ويستعملونه واحد من يعني اليد اليسار واليد اليمين، إذا بغى المركب يتوجه لليسار خذ على اليسار، وإذا بغى يتوجه على اليمين خذ على اليمين. كلمة بيسري. بيسرة ما بين الحرة وبين العبدة، يسمونها الحرمة لمبان تظهر سمرة، ورمسته تجيلة شوية يسمونها بيسرة. البيسرة وين ترد؟ ترد من العمان الداخلية. كلمة بيص. بيص ما كاتب بيصو، هذا البيص ممدود، ما تكون مثل خبرت قبل، ما تكون بالسفين اللي على البيص، ميل التفر ميل الصدر، يعني هذا ميل وهذا ميل، لكن الأول تثبيت البيست. شو بيثبتونها كل يوم؟ على البلد وعلى القبان، أول بسطوة الأرض وحط القبان على الأرض اللي فيه الماء، أدور الأرض عقب يوم أربع شبات أو خمس على طول السفينة هكذا، ركبوا البيست هنا، عقب ما يركب مدوا الخيط صدر وتفر، حطوا القبان، شافوا شوي مرتفع قال رفعها شوي من الصدر، حطوا السلاتي تحت، يوم اعتدل حط البلد، يوم قال خلاص ثبت الحين، حطوا الفرمات داخل، الفرمة تبي حطب مع تطفى يسمونه فرمة، خلاص عقب له روح الأستاذ ما تخترب، يسجل عليك واحد، لكن أول يثبت البيست وفرمة السفينة، عاد ينسي الماء الخشب على المالك، المالك بداية السفينة يسوون المالك، ثاني مالك، ثالث مالك، اللوح هذا مالك، ثاني مالك، رابع مالك، خلاص عقب يبنون عليه. البيص هو بيص يسوونه للمحمل، اول ما يحطون المحمل عشان يعاشرونه شرى العمود الفقري يحطونه ويبدون يركبون عليه الشلامين، اول يركبون يسمون فرمات، يحطون الفرمه بالاول، يحطون الفرمه وبعدين يصفون اللحان وبعدين تكمل السفينه على هذا النوع. كلمات بيطه. بيطة مع الحبل هذا الكبير المتين هذا يسمونه ببيطة، هذا يربطونه في السفينة يوم يصيرون يطرحون في البحر يعقون السن هاي الحطة العودة ويربطون السفينة فيها الحبل هذا، هاي يسمونه بيطة، حبل لكن متين، حبل متين يسمونه بيطة، هذا يربطونه في السن ويعقون في إذا بتوقف السفينة مثلا يغوصون أو مثلا مرسين في خور أو يعق السفينة تبقى محلها واجب ما تصير مثل رصاقة بتربط مطية بتربط شيء في هذا، هذا نفس الشيء يربطها تمت محله. كلمة بيل.
البيل هو اللي يقلبون به الارض تحت النخل، يسوون به الشكل يقلبون به الارض، الارض يحرثون به الارض، يحرثون هذه ثاني مره يقلبونها بالمعدل هذه. نعم اصغر، صغير صغير، اصغر من الشيوخ، لكنه هو نفسه يقلب الارض يسوونه. كلمه بيلول، بيلول بعد نفس الخوص، مثل خوص النخل، مثل خوص النخل اللي يستعملون من الحصر حصير او سفره للطعام سميها سرود، او عسق من العسق، العسق اللي هو فيه الطلع فيه الرطب يسوي فيه نبات، العسو اللي هو اللي يتعلق فيه الرطب، اما الاخير هاي يسميها عسقه، اما اللي تطلع العسقه منها هاي يسميها قيقانه، اول طلعه من النخله، لان النخله لها اسم كثير، لها مثلا يبيس اللي هي اخر يريده في يخوص بدات تصفر وتيبس سميه يبيس، الثاني اللي اعلى منها هذاك نستعمل حق الحصر مع حصر، القلب نستعمل حق سفافه مثل بسوي شب بسوي هفه حق الهواء بسوي سرود حق الاكل يعني سفره على ما يقولون نسميه سرود، فهل الخوص نستعمل هذا. البلول يصير لين رطب ارطب من خوص النخل، خوص النخل اذا جاز الشمس يتكسر، هذاك ما يتكسر يسمونه بيلول. كلمة بيلي، بيلي نعم موجودة، بيلي يستخدمونها حق الذغاء، يستخدمونها حق حنقول الدفارة هم يقولون ذغاء، ترى عند مسمياتنا عندنا في أبو ظبي تختلف عن مسميات المناطق الشرجية، عن كلنا ساحل واحد لكن المسميات عندنا تختلف. بيلي بعد من خشب صغير يركبون فيه 3 أنفار 4 أنفار 5 أنفار 6 أنفار، إن كان يرونه ب300 ديف كل يوم، وكان شراع تراهم يصيرون فيه ويجون يسمونه بيلي. كلمة بيم، بيم هذا ظرف السوية في البحر، هذه بيمة مخبقة كذي تسوي يبونها من البحر كسرونها يبنون، لكن كلها مخبقة هاي البيمة، وهي تيمة سبحان الله هاي البيمة مخبقة كبر عمره. هذا قبل سنتين اتصلت لي واحدة من بنات المدرسة قالت لي أباك خبرني عن قصيد البحر، لو قلت لها قصيد البحر لحقنا عليهم لكن ما نعرف، كان بقول اصبري علي يومين، سويت لها بيتين، كان اعتماد الناس القماش والناس في شرغه مريحين، والكل منهم صار طواش يا بالحصابي ووه والدين، واليوم كنه طاش ما طاش يركض له عند ملايين. كلمة بيوار، البيوار الحبل عقب ما يخطفون شراع طال عمرك وشي فوق مثلا لا شراع يمين والهواء يصير كذا يصيرون كذا، البيوار يصير من عالي حتى يسوون شهر ثيان البيوار اللي استغفر الله الصدر، يوم بيسقبون الدقل يدورون قدام ناس خمس اذا دقل عود يعني 10 15 من قدام ويسحبون من طريق البيوار وحد ينهض من قدام، واذا محمل صغير دقل صغير انفارين يصيرون قدام والباقي ينهضون على كتفهم الدقل الين يقوم ربط بيوار في صدر السفينه، هاي يسمونه بيوار. بيوار هي في الدقل، هي من الدقل تحت زربه يودب به الدقل على ينكسر يسمونه بيوار، ولهو بيوار واحد هن أربعة بيوار، صباحي وعمراني واثنين فرديات يسمونه. في مفردات بحكم أن المنطقة الساحلية هذه استوعبت الآخر، والناس اللي هاجرت لها المناطق للعمل أو للإقامة أو للتفاعل مع شعب الإمارات جابت هاي المصطلحات معها، والإماراتيين بالتالي بدورهم يعني قاموا باستلافها واستخدامها بالمصطلح بالتركيب اللي جت بها، فما تم ترجمتها أو
وغربلتها أو البحث عن بديل أو مرادف لها في اللهجة وفي اللغة العربية، فظلت مثل ما هي، يعني مصطلحات مثل كشتة، مثل كشخة، مثل مثلا كشمة، مثل دلاغ، مثل في كثير من الكلمات اللي لها أصول إذا نظرنا إلى من تركيا إلى الأصول الفارسية في اللغة الفارسية وحتى في الأردية والهندية، فكثير من الكلمات لا زالت تستخدم وتستخدم بحكم هذا الوضع التاريخي اللي فرض وجودها واستخدامها. Yeah.
Okay.